صباح النور البنات، الغزالات الزوينات. صباح النور وصباح الحب. اليوم جبت لكم واحد الوصفة سهلة سهلة، يعني أسهل وصفة طبيعية، وهي فعالة للوجه، كتحيد الهالات السوداء، كتحيد التجاعيد، كتخلي البشرة صافية وغزالة غزالة. هي باش غادي نبدأ معكم إن شاء الله، ومن بعد نشوف التفاعل، نشوف اللايكات، نشوف البارتاج، نشوف الاشتراك ديال البنات وديالكم. مرحبا بكم بالنسبة للنساء والبنات. من بعد غنعطيكم الوصفات ديال النساء وديال البنات، لأن الوصفات فيهم بزاف، فيهم على حسب العمر، على حسب البشرة، على حسب شحال من حاجة. اليوم إن شاء الله غنبداو بهذه الوصفة. هاهي كي تشوفوا معايا، كاس ديال الخيار قشرته، شديت خيارة قشرتها، زدت كاس ديال الماء ديال العنبة طحنتها في مونينيكس، خرجت ليا هذا الكاس ديال العصير، عصير الخيار بدون سكر. غادي بالنسبه للبنات اللي عندهم الحبوب، غادي يشدوا نص حامضه، غادي يعصروا قياس ديال النقيطه هكذا. تجي نشوف لك هاد الحامضه، حيد منها العلف، صافي من نقطه حتى لجوج، بارك الله، قياس ديال النقطة حتى لجوج. وغادي يشدو، غادي يعمرو، ولا لا لا، اوبا اوبا، يعمرو هاد لي كلاصون، وغادي يصيبو مكعبات صغيرة ديال التلج. غزالين هاد المكعبات، ها هما. بالنسبه الى شات لكم شي حاجه، المهم الا درتو كاس ديال المره ما غاديش يتوالو، غادي يخرج لكم هذا الكاس كبير. الا شات شي حاجه وشات لكم شي حاجه، ما ترميوهاش، ما تضيعوهاش، ديروها في هذه القريعه الرشاشه. ها هو انا مكعب ديال الثلج فاش كيجمد، ها هو صايبته، كنهز منه، لقيتوني هزه ثلاثه استعملتهم من الليل، كنستعمل واحد من الليل، كنستعمل قطعه، كندوزها على الوجه ديالي، كندوزها تحت العينين، كندوزها في الجبهه ديالي، في العنق. بالنسبه للطريقه باش الاستعمال ديال هاد المكعبات، كتهزي المكعب ديال الثلج كتستعمليه في العنق ديالك، من التحت، من الاسفل وانت طالعه حتى الفوق، من الاسفل حتى الفوق، حتى الفوق حتى الفوق، حتى تكملي العنق ديالك، عاد باش كتجي للفيزاج ديالك من الداخل، من تحت العين، من الداخل حتى على برا، كتجبدي بهاد المكعبات. راه ما باقيش غادي يكونوا التجاعيد، ما باقيش غتشوفوا التجاعيد. هذا ها هو، كاينين اللي كيديروا دوك عويدات ديال السنين، هنايا ديري دوك باش تبداي تهزي، الا جمد تهزي. انا كنفضل ما كندير والو، علاش؟ لان من بعد فاش كتكوني كدوزي ديك القطعه ديال الثلج، راه كتلقاي شي حاجه، غدك غتلقاي داك العود، غتلقاي اي حاجه درتيها كما بتكون نوعها. انا كنشد فاش كنبغيهم، كنستعملهم، كندير لهم موس سهل، طق طق، من هنا كندوز موس سهل، طق 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 طق، دغيا هكا كاي شويه وكطيح ليا ساهله، ما كنتعذبش فيها انا بزاف، وكندوزها بالليل وكنعس. يلا ها البنات، هذه اسهل اسهل وصفه في العالم بالنسبه للبنات، يكونوا فيهم شويه ديال العكز على الوصفه الطبيعيه، وتيقول لك خصنا نطحنوا ووجدوا. هذه راه سهله وغزاله، انا بعدا من نهار جربتها ما ندمتش عليها، وليت كنستعملها ديما، وليت مبليه بها، والصراحه عندها نتيجه. الوصفه فاش كتشوفي النتيجه ديالها، راه ما يمكنش تفوتيها. يلا ما نطولش عليكم في هذا الفيديو، من بعد نعطيكم وصفات جميل، من بعد نعطيكم الوصفات ديال البروتين ديال الوجه، كيفاش تحاول تحافظوا التغذيه ديال الوجه، التغذيه ديال المسام، شحال من حاجه، شحال من وصفه. ان شاء الله نتمنى هذه الوصفه تعجبكم، وديروا لايك 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 وبارطاج ان شاء الله، ونزيدوا القدام، عطى الله ما يتقال وعطى الله ما يدار، غير شويه ديال شويه ديال الحداقه، يا 0.5% ماشي حتى واحد، غير شويه ديال الحداقه وتقضى الامور كامله. يلا الله ييسر، وصباحكم مبروك، وما نطولش عليكم. يلا باي باي.